فلا يجوز لها أن تكشف النقابة إلا أمام محارمها، وإخوان زوجها ليس من محارمها، بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوان الزوج فقال ألحم الموت، ألحم الموت، وأخو الزوج أو أقارب الزوج ألحم الموت. فلا ينبغي أيتها الأخت الكريمة أن تكشفي عن وجهك، ويجوز لك أن تخدمي الأسرة وأن تخدمي العائلة وأنت بنقابك وسترك وحجابك الكامل، وأسأل أن يسترنا وإياك في الدنيا الآخرة. الأخ يسأل عن صديقه الملتزم الذي يصعب عليه أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يتضرر من ذلك ويسأل ما السبب وماذا يصنع. وقد يعجب الأخ الكريم من جوابي الآن على سؤاله، وأقول إن أخطر أسباب عدم حفظ القرآن أو نسيانه فعل المعاصي والذنوب. إن أخطر أسباب نسيان القرآن أو عدم حفظه فعل المعاصي والذنوب. نعم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، ولله ضر القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إذمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكان الإمام مالك معجبا بحفظ الشافعي لموطئه في أيام قليلة، فلما أعجب مالك بذكاء الشافعي وحفظه وإتقانه للغة قال له: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فأنا أنصح نفسي وإخواني ممن يصعب عليهم حفظ القرآن وحفظ الحديث النبوي وحفظ أقوال أهل العلم وحفظ الأدلة، أنصح نفسي وإخواني بترك المعاصي والذنوب وتجديد التوبة إلى عالم الغيوب، لأن هذا الوعاء أقصد القلب لا يمكن أبدا أن يحمل هذا النور وهو حامل للنجاسة، لا يمكن أبدا أن يحمل هذا النور وهو حامل للنجاسة، أقصد نجاسة الذنوب والمعاصي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فأول خطوة أن نجدد التوبة وأن نتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن يختار الأخ الكريم شيخا ليلزم نفسه بالحفظ على يديه وبالجلوس معه، لأنه لو جعل هذا الأمر لنفسه أو بينه وبين نفسه ربما يجلس هذا اليوم ولا يجلس في اليوم التالي. أما لو كان ملتزما بالحفظ على يد شيخ، إذ لابد من أن تأخذ القرآن عن معلم عن ملقن، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقين، لا يؤخذ إلا بالتلقين، كما تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن عن جبريل، وتلقى جبريل القرآن عن رب العزة، وتلقى الصحابة القرآن عن رسول الله، والتابعون عن الصحابة، وتابعوا التابعين عن التابعين، وهكذا. فلا بد من التلقي والتلقين في القرآن الكريم، فليلتزم الأخ الكريم بشيخ من أهل القرآن. الأمر الثالث فليحرص على اختيار الوقت الذي يناسبه، فقد يناسبني أنا أن أحفظ في الليل، وقد يناسب الأخ الكريم أن يحفظ بعد الفجر، وقد يناسب الأخ الكريم أن يحفظ العصر، وهكذا. فليختر الأخ الوقت الذي يناسبه، وليرى الذي يرى فيه أن يعني ذاكرته حادة وقريحته مستعدة لحفظ كلام الله تبارك وتعالى. من أعظم النصائح التي أقدمها لنفسي ولإخواني لمن أرادوا أن يحفظوا ويثبتوا الحفظة: ما حفظته اليوم قم به الليل، اقرأ به في صلاة الليل، اجعل المصحف قريبا منك إن كنت تخشى النسيان، اجعل المصحف مغلقا في يدك، ثم قم بالليل وصلي واقرأ من حفظك. فإن استشكلت عليك آية فلا حرج أن تفتح مصحفك وتنظر إلى الآية وتسترجع. هل يجوز؟ نعم يجوز، ما دمت تصلي النافلة يجوز، ما دمت تصلي النافلة، ما دمت تصلي الليل افعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وسيثبت الله عز وجل حفظ القرآن في قلبك بهذا المنهج الذي ذكرت لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم حفظ القرآن والعمل به، إنه ولي ذلك القدر عليه. السؤال الذي يسأل أخونا فيه عن رجل يحتاج مثلا إلى سلعة، يعني رجل عاوز ثلاجة وذهب إلى رجل آخر وقال: يا فلان والله أنا ما عنديش فلوس أشتري الثلاجة، أنت معك فلوس، والله أنا عاوزك تشتري الثلاجة دي. فيذهب هذا الرجل ويشتري الثلاجة. إذا ذهب هذا الرجل واشترى الثلاجة وأصبحت الثلاجة ملكا له، بشرط ألا يكون ملزما لهذا الرجل أن يشتري منه هذه السلعة، إن اشترى وصارت ملكا له وباعها له أو لغيره فهذا أمر جائز. إن اشترى الثلاجة، إن اشتريت أنا الثلاجة وأصبحت ملكا لي وامتلكتها، يجوز لي أن أبيعها لهذا الرجل أو لغيره، لكن لا يجوز لي أن ألزمه أن يشتريها.
وهو في صورة أخرى يقول له صاحب المال اذهب واشتري التلاجة وأنا حسدد، فأذهب الرجل اللي يشتري التلاجة وبعدين نجيب له الفاتورة، يعطي اتصل الرجل يعطيه الرجل صاحب المال يروح يدي الفلوس لصاحب المحل فلوس التلاجة ويبدأ يبيع التلاجة مرة أخرى بالتقسيط، هي 8-5 تلاف يبيعها بالتقسيط ب7 تلاف أو ب6.5 تلاف لهذا الرجل المشتري، هذا حرام، وهذه بيعتان في بيعة واحدة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربا المحرمة، وهو منتشر بين كثير من إخواننا لا سيما في القرى والمراكز. أما إن تملكت أنت الثلاجة أو السلعة وأصبحت السلعة ملكا لك ولك أن تبيعها لهذا الرجل الذي طلب أو لغيره فلا حرج عليك حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، قال لا تبع ما لا تملك، فإن تملكت السلعة يجوز لك أن تبيعها لمن طلب منك أو لمن لم يطلبها منك له ولغيره بشرط ألا تلزمه هو، فإن قال لا أحتاج إليها فلا يجوز لك أن تلزمه أو أن يعني تكلفه خسرانا أو تعويضا ما. أما إن تملكتها وبعتها له أو لغيره نقدا أو تقسيطا بالسعر الذي تريد ما دمت قد حددت السعر الآجلة والعاجلة في مجلس واحد فلا حرج عليك في ذلك. وخلاف علمائنا في جواز البيع بالتقسيط من عدمه ليس من أجل أنه بيع بالتقسيط، وإنما خلافهم بسبب جهالة الثمن، خلافهم بسبب جهالة الثمن. أما إن اتفق البائع والمشتري على الثمن نقدا أو تقسيطا في مجلس واحد فلا حرج إن شاء الله تعالى، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. السؤال الذي يقول الأخت بتسأل عن أنها موظفة في مصلحة حكومية وفي صندوقان، الذي استوعبته أو فهمته أن مبلغ الصندوق موضوع في البنك، المبلغ يعني هم يضعونه في الصندوق والمبلغ في البنك وتأتي الزيادة الربوية هذه ربا. أما إن كان الصندوق صندوقا اجتماعيا أو صندوقا للكفالة أو صندوقا للزمالة